ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة شرف نوريانو. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقدم لكم البيشاميل صوص اللي هي الأساس أو لا باز ديال بزاف ديال الوصفات إن شاء الله اللي غادي نقدم في المستقبل. لهذا أنا ارتأيت أن ندير لها الوصفة ديالها باش تشوفوها بوحدها، وإن شاء الله في المستقبل غادي نبدا ندير بها بزاف ديال الوصفات. خليكم مع المقادير ديال الوصفة. إذن على بركة الله نبداو بالمقادير. غادي نحتاجو 4 معالق من الطحين، 200 مليلتر من الحليب، 40 غرام من الزبدة، جوز طيب أو غوزة، ملح، فلفل أبيض. نبداو بالتحضير. نبداو التحضير، نشعلو النار. غادي نضيفو هنايا الزبدة، نحاول نقصو تكون النار هادئة. نذوبو أول حاجة الزبدة، ذوبنا الزبدة. غادي نضيفو هنايا الطحين، بعد ما معلق نحركو ضروري، لازم نحركو بسرعة باش نصاوبو الرو ديالنا. من بعد ما خلطنا الرو ديالنا كنضيفو هنايا كنزيدو الحليب، ولازم نخلط بسرعة. كيف ما كتشوفو معايا هنا أنا كنبقى ديما نحرك حتى كتولي متجانسة ومتماسكة، يعني ما كنحبسش من التحراك، ضروري خصني نبقى نحرك. وفي هاد الأثناء غادي نزيد هنا جوز الطيب، باش كنسم كذلك اللي بغى يزيد ورق غار او ورق سيناموس يزيدو. نزيد هنايا فلفل، فلفل ابيض، ونزيد هنايا الملح. الملح راه كيبقى لكم على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الملح، كاين اللي كيبغي قليله، كاين ما كيبغيهاش، كيبقى لكم الاختيار. ونحرك مزيان هادشي هذا كامل. كما كتشوفوا معايا راه كيولد دابا متجانسه هكا، شوفوا معايا. فالبيشاميل غادي نصايبو منها بزاف ديال الحوايج، نصايبو منها الكراتان، نصايبو منها لازانيا، يعني بزاف الوصفات غادي نحتاجو فيها لازانيا. فهاد الأثناء غادي نصفيوها دابا، ناخدو الصفاي ونصفيوها. دابا غادي نصفيوها باش إلا فيها شي شوائب ولا شي حاجة تحيد، هذوك الحبيبات مثلا ديال الطحين تحيد. فهذه هي الطريقة الكلاسيكية ديال البيشاميل، مع ذلك يكونوا إضافات، ولكن أنا أوريكم الطريقة الكلاسيكية. كيبقى عاوتاني كل واحد على الإجتهاد ديالو شنو كيضيف فيها. انا كنحرك بحال هكا، ماشي اللي كاين هذوك الشوائب اللي كيكونوا عالقين، نتحيدو. طيب كما كتشوفوا معايا البيشاميل ديالي ها هي جاهزه، كما كتشوفوا كتجي متجانسه بحال هكا. فهي هذه البيشاميل، عقلوا عليها باش ان شاء الله ملي غادي نكون كندير الوصفات نقول لكم تمشيو الرابط ديال البيشاميل وتستافدوا منه وترجعوا منه، باش ما نبقاش كل مره نقول لكم البيشاميل كيفاش كتعمل. انا درت خصيصا هذه الوصفه، هذه الحصه هذه ديال البيشاميل، باش نتوما تكونوا عارفين الطريقه الصحيحه ديالها.
يلا موعدونا ان شاء الله في وصفة اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. الى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.